أزمة كابتن شريف الحمد كابتن لله. ماهر كابتن عادل، انتهت الأزمة تماما الآن، وبناء على اتصالات ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي وبعض الأجهزة أو بعض الجهات التي تواصلت مع مجلس إدارة النادي الأهلي، ده طبعا بناء على كلام الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. بعد تواصل هذه الجهات مع مجلس إدارة النادي الأهلي تم حل هذه المشكلة، وهو قال كده بدون الخوض في أي تفاصيل، ستكون المباراة غدا إن شاء الله بحضور جماهيري. قد إيه؟ كام؟ ازاي؟ فين؟ كل ده هنعرفه خلال الوقت القادم، ولكن في النهايه شكرا لمجلس اداره النادي الاهلي، نحيي هذا المجلس الذي يحترم جمهوره وعارف قد ايه ان الجمهور ده هو الاساس وهو الشريك الرئيسي في كل بطولات النادي الاهلي. ثانيا طبعا الشكر واجب لكل الاجهزه او كل الجهات التي تواصلت مع مجلس اداره النادي الاهلي لحل هذه المشكله والخروج بمباراه غدا ان شاء الله لبر الامان. الحقيقه كلنا ثقه، كلنا ثقه ان غدا المباراه ستكون على اكمل وجه، بمعنى ان حضرتك بكره لو هتكون من ضمن المجموعه اللي موجوده في مباراه غدا ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، كل اللي مطلوب من حضرتك تشجيع فريقك فقط، بس مش عايزين حاجه تانية. كل اللي عايزينه ان حضرتك كمحب وكمقدر للنادي الاهلي وكمشجع لنادي الاهلي، وقد ايه عارف ان الفتره اللي جايه، قد ايه عارف ان الفتره اللي جايه جمهور النادي الاهلي هو السند الحقيقي لفريق النادي الاهلي، فكل اللي حضرتك تعمله او كل اللي طالبينه من حضرتك ان انت تشجع فريق النادي الاهلي فقط لا غير، ملناش اي علاقه باي حاجه تانية، الحاجه الوحيده بس اللي نعملها نشجع فريقنا. طيب